السلام عليكم. بالنسبة للالجبرا فيرست بريب الليسن النهاردة ان شاء الله ديفايدنج اند الجبريك اكسبريشن. ديفايدنج اند الجبريك اكسبريشن في عندي نوعين، ديفايدنج اند الجبريك اكسبريشن باي مونوميال يعني وان تيرم زي كده 4ab ده اسمه مونوميال، فانا كده هعمل ديفايدد ان الجبريك اكسبريشن باي مونوميال، ده الجزء الاولاني. بالنسبه للجزء اللي بعد كده ديفايدنج برضو ان الجبريك اكسبريشن باي انذر، يعني ممكن يكون الجبريك اكسبريشن تاني فورمت فروم تو تيرمز اور 3 تيرم. بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو ديفايدنج ان الجبريك اكسبريشن باي مونوميال اللي هو الجزء اللي قدامي ده، يجي لي السؤال يقول لي ديفايد او فايند ذا كوشنت 12a باور 2b بلس 20ab باور 2، ده كده algebraic expression formed from two algebraic term by monomial اللي هو 4ab، مفيش هنا بلس ولا ماينس، يبقى ده كده monomial one term. monomial means one term. the first step dividing each term by this monomial 12ab 12a power 2b over 4ab plus 20ab power 2 over 4ab. First term divided monomial and second term divided monomial. After that 12 divided 4 equals 3. a power 2 divided a equals a power 1. طبعا مش هنكتب ال 1. In case of divided we subtract the power. 2 minus 1 equals 1. b divided b equals 1 مش هنكتبها. ممكن نقولها بطريقة تانية ان احنا نكنسل b with b، نكنسل b مع b. لو احنا عملناها بطريقة تالتة الباور هنا 1 والباور هنا 1، 1 minus 1 equals 0 مش هنكتبها خالص، b باور 0 equals 1 هتتشال. 20 over 4 equals 5. a divided a نفس الكلام 1 هنكنسلها. b باور 2 divided b equals b باور 1 equals b مش هنكتب ال 1. كده بالنسبة لل dividing an algebraic expression by monomial يعني one term، يعني هنا كده مفيش plus أو minus. the second one 3a power 2b minus 6ab power 2 plus 12ab by monomial برضو اللي هو negative 3ab dividing each term by this monomial 3a power 2b divided by negative 3ab plus negative 6ab power 2 over negative 3ab 12ab divided negative 3ab بالمنظر ده. هلاحظ هنا ان الالجبريك اكسبريشن بتاعي 3 terms المرة دي مش 2 terms زي اللي فاتت. 3 divided negative 3 equals negative 1 مش هيتكتب. a power 2 divided a equals a power 1 يعني a، b هتتكنسل مع ال b، b divided b equals 1. negative 6 divided negative 3 negative divided negative positive يبقى 6 divided 3 equals 2. a هتتكنسل مع ال a، b power 2 divided b equals b power 1 means b plus 12 divided negative 3 positive over negative equals negative 12 divided negative 3 equals negative 4. AB divided itself AB divided AB equals 1. 1 times negative 4 هي negative 4 مش هكتب ال 1. بالنسبة لل third equation third one 16x power 4y power 2 minus 12x power 3y power 3 plus 24x power 2y power 4 over 8x power 2y. ملاحظين السؤال المرة دي جالي over، يبقى ممكن يجيلي بالشكلين، الشكل ده أو الشكل ده، ابقى عارف شكل السؤال كويس. نفس الكلام dividing each term يعني 16x power 4y power 2 over 8x power 2y، ده divided ده ال first term divided المونوميال اللي عندي plus negative 12x power 3y power 3 over 8x power 2y plus 24x power 2y power 4 over 8x power 2y بنفس المنظر ده. 16 divided 8 equals 2.
اكس باور 4 ديفايد اكس باور 2 هنعمل الباور ماينس يبقى 4 ماينس 2 ايكوالز 2 وهنا 2 ماينس 1 ايكوالز 1 يبقى واي باور 2 ديفايدد واي ايكوالز واي. نيجاتيف 12 ديفايدد 8 بايوزنج كالكوليتور نيجاتيف 3 اوفر 2 اكس باور 3 ديفايدد اكس باور 2 ايكوالز اكس واي باور 3 ديفايدد واي ايكوالز واي باور 2 عشان هنا هنعمل الباور ماينس 3 ماينس 1 ايكوالز 2. 24 ديفايدد 8 ايكوال 3 x باور 2 ديفايد x باور 2 ايكوالز 1 هتتكنسل y باور 4 ديفايدد y ايكوالز y باور 3 عملت الباور ماينس 4 ماينس 1 ايكوال 3. ده كده بالنسبه للديفايدنج ان الجبريك اكسبريشن باي مونوميال. بالنسبه للديفايدنج ان الجبريك اكسبريشن باي انذر هلاحظ ان انا عندي هنا الجبريك اكسبريشن تاني كده بالمنظر ده اللي هو x بلس 2 في بينهم هنا بلس اهو او ممكن يبقى فيه ماينس ايا كان السؤال. يبقى x باور 2 بلس 5 x بلس 6 ديفايدد باي x بلس 2 كده ده الديفيدن اللي هو x باور 2 بلس 5 x بلس 6 هنعملها كده لونج ديفيجن اللي هو x باور 2 بلس 5 x بلس 6 ديفايدد باي x بلس 2 اللي هو الديفايزر. الديفايزر هنا هيتحط في المكان ده ال x بلس 2. ذا فيرست ستيب كلنا طبعا عارفين الستيبس بتاعت اللونج ديفيجن اللي هي على جنب هنا divided times minus the rob dividing times minus the rob. The first step divided x باور 2 divided x الفيرست تيرم هنا مع الفيرست تيرم x باور 2 divided x equals x اهي كتبتها هنا اهو وهعمل times. بس لما اجي اعمل times مش هعمل x times x بس لا هعمل x times x plus x times 2 يبقى الاكس دي بتتعمل ملتبلاي التو تيرمز اللي عندي. اجين الاكس هتتعمل مره ملتبلاي اكس بلس اكس ملتبلاي 2. طب نشوف كده ازاي اكس تايمز اكس ايكوالز اكس باور 2 هكتبها تحت هنا اكس تايم 2 ايكوالز 2 اكس كده انا خلصت السكند ستيب. ذا ثيرد ستيب ماينس يعني ايه ماينس؟ يعني اديتيف انفرس. يعني ايه اديتيف انفرس؟ يعني تشينج ذا ساين هغير الساين اللي عندي البلس تشينج تو ماينس والبلس برضه هنا ماينس اور بوزيتيف تشينج انتو نيجاتيف مفيش مشكله. يبقى اكس باور 2 ماينس اكس باور 2 بزيرو 5 اكس ماينس 2 اكس هبص على الساين الجديده 5 اكس ماينس 2 اكس ايكوال 3 اكس اند دروب اور برينج داون 6 اللي هي الفورس ستيب هنا. ظهر لي انذر تيرم 3 اكس بلس 6 هبص على السؤال اكنه بادئ من اول هنا بالظبط. هعيد نفس الستبس تاني بس اكني بادئ من هنا 3x بلس 6 3x ديفايدد x كده الفيرست ستيب اهو ديفايدد 3x ديفايدد باي x ايكوال 3 افتر ذات 3 ملتبلاي x اند 3 ملتبلاي 2 3 تايمز x ايكوال 3x 3 تايمز 2 ايكوال 6 ذا ثيرد ستيب تشينج ذا ساين هغير الساين كلام واضح جدا. After that 3x minus 3x 0 6 minus 6 equal 0 كده انا عملت الاجابه بتاعتي اللي هي x plus 3 ده كده الريزلت بتاعي x plus 3 اللي هو الكوشنت لو قال لي find the quotient. Another one 2x power 2 plus 13x plus 15 by x plus 5 نفس الكلام الديفيدنت اللي هو هنا والاكس بلس 5 اللي هو الديفايزر هيتحط في المكان ده وهنعمل نفس الستبس اللي احنا عارفينها ديفايدد تايمز ماينس دروب ديفايدد تايمز ماينس دروب. بس لما اجي اعمل ديفايدد احنا اتفقنا الفيرست تيرم ديفايدد الفيرست تيرم 2x باور 2 ديفايدد x ايكوالز 2x. من الدرس اللي فات كلنا عارفين ازاي اعمل ديفايدد تيرم انذر تيرم 2x باور 2 ديفايدد x ايكوالز 2x. ذا سكند ستيب ملتبلاي 2x تايمز x اند 2x تايم 5 بعملها تايم كل ده 2x تايمز x ايكوال 2x باور 2 2x تايمز 5 ايكوالز 10x. ذا ثيرد ستيب اللي هي الماينس او الاديتيف انفرس او تشينج ذا ساين يبقى البوزيتيف هيبقى نيجاتيف والبوزيتيف برضه هنا هيبقى نيجاتيف 2x باور 2 ماينس 2x باور 2 ايكوالز 0
13 minus 10 equal 3. 13 minus 10, هبص على الساين الجديدة. 13 minus 10 equal 3x and bring down 15. نفس الستبس هعيدها تاني بس هبدأ من أول هنا. 3x plus 15 هبدأ من هنا. نفس الكلام first term divided first term. 3x divided x equal 3 أهي كتبتها هنا كده. 3x divided x equals 3. After that 3 multiply x plus 5. 3 multiply x equal 3x and 3 multiply 5 equals 15. The third step minus يعني change the sign. هلاحظ ان 3x minus 3x equals 0. 15 minus 15 equals 0. يبقى الكوشنت بتاعي او الريزلت اللي هو 2x plus 3. في سؤال بيجي في الكومبليت او اللي تشوز بيجي في اللي تشوز اكتر، سؤال مهم جدا في اللي تشوز. x بار 2 plus x divided x. كل الطلبه بتتلخبط في السؤال ده او معظم الطلبه ان هو بيعمل لي x بار 2 divided x وخلاص ويختار الاكس كده في اللي تشوز. لا، لازم اعمل x بار 2 divided x and x divided x. يبقى x بار 2 divided x equals x and x divided itself equals 1. يبقى الريزلت بتاعي هيطلع x plus 1. نخلي بالنا كويس عشان في ناس كتيره بتعملها x بس. بالنسبه للفاكتورايزيشن اللي هو اخر درس في الالجبرا، الفاكتورايزيشن باي اتش سي باي تيكنج اتش سي اف او ايدنتيفاينج اتش سي اف. فالسؤال بيقول لي فاكتورايز اتش اوف ذا فولوينج باي اتش سي اف باي تيكنج اتش سي اف. كلنا عارفين الهايست كومن فاكتور اللي احنا خدناه قبل كده في برايمري. 5x minus 10 عايز اعمل لها فاكتورايز. هركز اول حاجه على النمبرز الاول. ال5 وال10، what is the highest common factor between 5 and 10؟ طبعا كلنا عارفين ان هو ال5. طب هلاحظ ان هنا مفيش common factor بالنسبه للليترز عندي، هنا في اكس هنا مفيش اكسات. يبقى كده هيبقى النمبرز بس، ال HCF هنا هيبقى نمبرز بس. يبقى 5 وال10 ال HCF هنا هيبقى ايه يا جماعه؟ 5. هنكتب كده 5 open bracket 5x divided 5 equals x minus 10 divided 5 equals 2. Another one. 3x power 2 plus 6x. How to factorize by taking HCF. هلاحظ ان النمبرز عندي 3x وهنا 3 وهنا 6. يبقى الكومن فاكتور هنا 3. الهايست كومن فاكتور 3. الx power 2 والx الهايست كومن فاكتور اللي هو الx. هناخد السمولست باور للx، اصغر باور للx عندي اللي هو x باور 1. وبعد كده نعمل براكت كده ونرجع نعمل divided. 3x power 2 divided 3x equals x. 3x power 2 divided 3x equals x. 6x divided 3x equals 2. وطبعا الاكس هتتكنسل مع الاكس. Another one. 15a power 3b power 4 plus 6a power 5b power 3 minus 3a power 2b power 2. هلاحظ هنا عندي الالجبريك اكسبريشن المره دي فيه 3 تيرم. 3 تيرم. نفس الكلام هنبص على النمبرز الاول، عندي هنا 15 و6 و3، الهايست كومن فاكتور طبعا 3 واضح جدا. اتفقنا بالنسبه للليترز هناخد السمولست باور للاي اللي هو a باور 2. طب السمولست باور للبي برضه b باور 2. يبقى a باور 2 b باور 2 بالمنظر ده 3 a باور 2 b باور 2 كده، ده الهايست كومن فاكتور. طب هنعمل ديفايدد كده ستيب باي ستيب. 15 ديفايدد 3 ايكوال 5، a باور 3 ديفايدد a باور 2 ايكوالز a، b باور 4 ديفايدد b باور 2 ايكوالز b باور 2 بلس. هناخد السكند تيرم برضه نفس الكلام، هنعمل ديفايدد 6 ديفايدد 3 ايكوالز 2، a باور 5 divided a باور 2 equals a باور 3، عملت الباور minus 5 minus 2 equal 3، b باور 3 divided b باور 2 equals b باور 1 يعني b، مش هنكتب ال 1 في الباور، minus 3 divided 3 equals 1، a باور 2 divided a باور 2 equals 1، b باور 2 divided b باور 2 equals 1، 1 times 1 times 1 هو 1. طب نقولها بطريقة تانية، 3a power 2 divided 3a power 2 equals 1. Any number divided itself equals number 5.
او لسه نمبر 4 الاول 3x تايمز a بلس b بلس 7 تايم a بلس b. هلاحظ هنا ان الهايست كومن فاكتور المره دي براكت كامل على بعضه، الa بلس b كامله، a بلس b هنا وهنا a بلس b هتتاخد هايست كومن فاكتور اند اوبن براكت. كل ده كده الفيرست تيرم ديفايدد الa بلس b ايكوال 3x، لان انا اخدت الa بلس b كومن فاكتور يبقى فاضل عندي 3x اهو. طب هنا اخدت الa بلس b كومن فاكتور يبقى هنا فاضل ال 7. طبعا دي اسهل من اللي فاتت. هناخد واحده كمان على النوعيه ديت 3x باور 2 تايم x ماينس 7 2x تايم x ماينس 7 5 تايم x ماينس 7. كل مره عمال اقول x ماينس 7 x ماينس 7، يبقى الهايست كومن فاكتور عندي هنا واضح جدا ان هو x ماينس 7 اوبن براكت. كل ده ديفايدد x ماينس 7 ايكوال 3x باور 2. نفس الكلام السكند تيرم هنا ديفايدد x ماينس 7 ايكوال 2x، يعني اللي اتبقى عندي هنا 2x اهو. نفس الكلام الثيرد تيرم 5x ماينس 7 اخدت الكومن فاكتور x ماينس 7 يبقى الريزلت عندي 5. برضه في سؤال بيجي لي في الكومبليت على النوعيه ديت 6a باور 2 بلس 12ab. هو هنا عامل لي في الكومبليت 3a والسبيس هنا جوه البراكت، السبيس جوه البراكت. واضح عندي ان هو اخد الهايست كومن فاكتور 3a. هو كان ممكن ياخد الهايست كومن فاكتور 6 بس هو عايز ياخد ال 3 عشان يلخبطني. طب هنعمل ديفايدد عادي 6 ديفايدد 3 ايكوالز 2. a باور 2 ديفايدد a ايكوالز a. a باور 1 يعني a. 12 ديفايدد 3 ايكوالز 4. a b ديفايدد a ايكوالز b عشان ال a هتتكنسل مع ال a. يبقى لو جالي في الكومبليت حاجه زي كده مش لازم اخد الهايست كومن فاكتور، لا انا اشوفه هو واخد a كومن فاكتور واشتغل عليه. ممكن يكون واخد ال 6 a كومن فاكتور، ممكن ياخد ال 3 a كومن فاكتور، ممكن ياخد ال 2 a براحته. انا بمشي على حسب السؤال اللي قدامي. وبكده يبقى الفيديو دوت كده اخر حاجه في الالجبرا. يبقى كده فاضل لنا فيديو واحد statistics وفيديو كمان جيومتري، وان شاء الله هحاول اعمل لكم برضو ريفيجن ان شاء الله.